السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. علمت أخبارنا من مصادرها أن سيارة فلاحية بيكوب كان على متنها مجموعة من عمال فلاحة من الرجال والنساء انقلبت بالطريق الرابطة بين الفقيه بن صالح ودار ولد زيدوح على مشارف قنطرة أم الربيع. وحسب مصادر لأخبارنا فالحادثة أصفت عن تسجيل مجموعة من الإصابات ونقل الضحايا على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى القربى بسوق السبت، فيما سيتم نقل بعض الحالات الخطيرة إلى مستعجلة المستشفى الجهوي ببني ملالة. هذا وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكية وتم فتح تحقيق في الحادثة. نشكركم على حسن المتابعة.